السلام لا فامي، ان شاء الله كاركم ملاح وبخير وعلى خير. سعيد ديزا ترافل، فيديو جديد. مول الفيديو تاع اليوم حنهضروا على بزاف عفايس، وكاين عفايس ان شاء الله باذن الله حيفرحوا بزاف لي ستوديون. صح، في الفيديو في هذا الفيديو ديجا حنهضروا على الاعلان، يعني القرار الجديد اللي دارته الوزاره التعليم العالي على الناس اللي عاودت في لابيريود من 2019 ل 2022. حنهضروا على هذاك القرار اللي دارته، باللي زعما قال لك يا ودي هادو ما يعتبروش بلي عاودوا. حنهضروا على هاد لي بوا، حنعطيكم كلكو زاستوس باش تقدروا ديروا لا بروسيدور مالغري كو هادوك يعني المعايير ماكوش داخلين في هادوك المعايير جدد اللي هضرت عليهم في درنا فيديو، بلي ما تقدروش زعما اللي ما عندوش هادوك المعايير ما يقدرش يدير لا بروسيدور كومبيس فرونس. نهضر على كلكو كا ماشي كامل لي كا هكذا. واش تانيت كيم باغ كونط لي توسكي على لي زيكول بريفي، لي زيكول بريفي كونيكتي على كومبيس فرونس، يعني اللي ديرها في لي شوا تاعك في لابواط باس تاعك ولا لي زونيفرسيتي نون كونيكتي، هذوك دابري كومبيس فرونس راهم كونسيرني بهذوك المعايير جدد، لي كريتير جدد شون كونسيرني. لي زيكول بريفي ماشي هذوك لي كونيكتي كومبيس فرونس، لي زيكول بريفي هذوك ندير لكم في لا بروشين فيديو ان شاء الله، ندير لكم فيديو سبيسيال على هذا لو بوين، باسكو مازالني اون ديسكوسيون مع كلكو ايكول بارتنير تاعنا على هذا لو بوين. هكا دونك في لا بروشين فيديو ان شاء الله ندير لكم نهضر لكم على هذا لو بوين. صح، و ثاني سي فو بلي لي كيستيون ديروهم اون كومونتير في لا بروشين فيديو ان شاء الله، نسين دي نريبوندي على لي كيسيون لي جوني في لي كومونتير. لي ميساج ماشي في لا باج، لي كيسيون ماشي في لا باج فيسبوك لا باج انستغرام، باسكو لا باج فيسبوك لا باج انستغرام سي لا باج دون لاجونس سي ديزا ترافل. هكذا سي اون اجونس كيما على بالكم اي اجونس ولا انتربريز عندها لي ريبوندي في تليفون، لي ريبوندي في لا باج، لي تريتي دوسي الكونطاب الى اخره. دونك لي ريبوندي في لاباج هو راهو هنا باش يقول لك شنو هما لي سيرفيس اللي توفرهم لونتربريز هذيك، يقول لك هاي ليك، يقول لك ها كيفاش عندنا هاد السيرفيس البي هذه لا بروسيدور فلان، من تقول له اني حاب ندير هذه يقول لك يبعثك ليست كلف بهذا الدوسي، فهمتوا؟ دونك لي ريبوندي في لاباج ما راهوش مستكلف لي ريبوندي على كامل الاسئله على تي سي اف ولا على اي عفسه في لي بروسيدور، فهمتوا؟ باسكو كل ما وليت نخاف ندير فيديو، باسكو كل ما ندير فيديو دي فوا يجيني 1000 ميساج في النهار، ومن بعد تولي تعطلنا في خدمتنا ما نقولوش ما نقدروش نخدمو، فهمتوا شغل؟ فهمتوا؟ دونك انا في لي فيديو انايا نسي نعاونكم الماكسيموم، اللي يحب يدير لا بروسيدور اي تو سا جيسي دو دوني لو ماكسيموم دو كيسيون، وكي نشوف دي كيسيون يتعاودوا في لي كومونتير اي تو ندير فيديو عليهم. بيان سور ما تنساوش تدعمونا في لاباج تاعنا في فيسبوك انستغرام، وتابوني في اليوتيوب باسكو حندير بوكو دو فيديو ان شاء الله على لي بروسيدور هادو كومبيس فرونس ايكول ودوت بي ان شاء الله راهم جايين. الحاجه الاولى حنهضروا قبل ما نهضروا على هذاك القرار تاع المينيستير لونسيونمون سوبيريور تاع وزاره التعليم العالي، نعطيكم كلكو زاستوس. صح يا اخي، هضرنا قلنا بلي لي جوز اسمع لي حيدير تي سي اف داب لي حيبوستي لي بروميير اني يجابوا الباك هذا العام، شفتوا بلي داروا قالوا بلي لازم تكون عندك دوز في الباك وما كنتش معاود في الليسي باش تقدر تبوستولي. واش تقدر دير اسمعني مليح، كي تكون راك تقرا ال1 تما جبت الباك هذا العام راك مانسكري ال1 عندك سيتيفيكات سكولاريتي في بروميير اني في لافاك، عندك الدروه يسمح لك يسمح لك الحق تبوستولي ال2 هكا. دونك تقدر تبوستولي ال2 بالسيرتيفيكات سكولاريتي تاع ال1. واش انت تقول لي جوج تي سي اف داب تما لازم نعاود نجوز اس او. العام اللي فات لي بوستوليو ال2 قبلوا لهم كي داروا التي سي اف داب في لابوات باستيل بإذن شاء الله، بإذن الله هذا العام ثاني حتكمل هكذاك، تما تكون زعما جوج تي سي اف داب وانت يا ناوي تبوستولي ال1 ومن بعد شفت بلي راهم قالوا دوز في الباك بوستولي ال2 بالضاب تاعك، معليش باسكو راك خلصتو وتما زين تاع تخلصتو خلاص ما كان لا تحتاج تعاود الاس او. صح، ولو كان ما يقبلوش كومبيس فرونس والله غير لو كان ما تقبلوش هذه تاع زعما سيد خلص الضاب وانتم درتو القانون وراح بوستولي ال2 فرونشمون والله العظيم غير شغل راكو راكي هكذاك درتو المنكر، باسكو تي سي اف داب
اصعب على تي سي اف اس او، تما ما عنده حتى معنى كيما تقبله له زعما كي بوسولي ال2. تي سي اف داب عنده زياده على الاس او، راهو عنده اكسبريسيون اكريت زايده، تما ماشي ناقص، داب زايد على الاس او. دونك الا ما قبلوش تاع لي بوسولي ال2 بي فرانشمون حنزعف عليكم بالبيان. ليسونسييل دونك بوسولي ال2، كي تبوسولي ال2 حاجه لازم تعرفوها، حيقدر ماشي يقدر، إذا قبلتك اليونيفرسيتي بال2 يعطيك اون ادميسيون كونديسيونيل، معناتها لازم تطلع العام تاعك ال1، تما على فان تما يقبلك يقول لك كونديسيون لازم تكون تجيب معاك ال1 باش على فان تقدر تعطوك الكومبيسونس فان بروسيدور الى اخره، لازم تكون طلعت العام عندك سيرتيفيكات كواليتي تاعو. واللي ما عنده اللي يقرا في يونيفرسيتي اللي يديروا لي غريف وما يعطوش سيرتيفيكات ما يعطوش في الوقت الله غالب صح. هذه اللي ال نكملوا راه اللي راهو زعما ماستر 2 كمل القرايه بار اكزومبل، هذه جاوني بزاف لي كيسيون، كمل القرايه وشتو في المعايير قال لك يا ودي ما تقدرش زعما راك ماستر راك كملت زعما راك ماستر 1 ما تقدرش تبوستولي ال 2، تقدر تبوستولي ماستر ال 3 ولا ام 1 ولا ام 2، معناتها اللي كمل القرايه يقدر يبوستولي غير ام 2 معناتها. هذا واش حاب يقول صوف انا واش نعطي واش نقدر واش تقدروا ديروا ديروا اون ريورينتاسيون. واش معناتها زعما تما كملت ماستر تاعك شي با نقولوا في نعطيو ليكزومبل العفسه اللي قريتها انايا بار اكزومبل قريت انا في الدومين بيترولي بار اكزومبل ماستر شي با انا جيولوجي بار اكزومبل ماستر جيولوجي كملت الماستر كي تحت بوستولي بوستولي ماستر 1 ولا ال 3 وما ديرش جيولوجي دير جو فيزيك دير شي با انا ان دومين اي سبيسياليتي في الدومين تاعك وشنو ماشي نفسها. وعلى بالكم بلي نتوما كي تكونوا ال 3 تكونوا ال 3 باش زعما راك في لافاك في الجزائر ال 3 كي تروح تباسي الماستر عندك بليزيور شوا انت تخير واحد منهم هكا. دونك ومن بعد نتوما كي تبوسي الكومبيس فرونس بدلو شوا ما ديروش لو ميم شوا كي تحبوا تريغريسيو ال ام ا ولا ال 3 اللي كمل القرايه. دونك عطيتكم ديجا دو سوليسيون اللي راهم في الدار اللي راهم في 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 الدار كيفاش يديروا اللي راهم كملوا كيفاش يديروا هكا جماعه. دونك اللي عاودوا نعاود له واش قلت لكم غادي انا قال لك ما لازمش تكون عاود اكثر من مره في الليسونس واكثر من مره في الماستر. قلتها وما ما فهمتش علاش يجوني لي ميم كيستيون على عفايس هضر فهمتهم. دونك اذا بوستوليت اذا عاودت دو فوا في الليسونس على حسب واش يقول كومبيس فونس يقول لك ماشي مقبول هكا جماعه. وان شاء الله ما يابليكيوهاش بصح هذا واش هم يقولوهم ما نقدرش نقول لك اسكو حيابليكي ولا ما يابليكيوهاش. وقلت لكم لي ابوندون العام يعتبر عاود عندو رولفي زيرو ما يعتبر عاود، واللي بلوك العام ما يعتبرش عاود. فهمنا باسكو لا كيستيون هذه جاتني 100 خطره لو كهضرتها في لا فيديو اللي فاتت صح. نصيحه اللي نقدر نمدها للناس اللي ما عندهمش هذو المعايير هذو واش نقدر نقول لكم جماعه اللي ما عندوش هذو لي كريتير هذو المعايير باش يدير لا بروسيدور كومبيس فرونس. كاين 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 دوت بيي اللي يقدر يديرهم وكاين دي بيي انغلوفون تما بلونغلي. واش نقدر ننصحكم اذا شفتوا لا فيديو هذه على البكري مام اذا شفتوهاش على البكري معليش تقدروا تروحوا تقراو كيما كاين دي بيي كيما ليطالي كاين كاين بوكو دو بيي وين تقدر زعما تقرا انجلي بوندون 2 3 4 موا جيب ان سيرتيفيكا بلي عندك بي 2 تقدر تبوستولي. ومام القرايه راهي برسك باطل. دونك انا واش نقدر انا ننصحكم تقراو انجلي باش تكون عندك ان سيرتيفيكا باش تكون عندك بلوس دو بوسيبيليتي بلوس دو شوا دير لي دوت بيي و بدوت بيي يكونوا رخاص ثاني ماشي غير فرنسا اللي راهي رخيصه. دونك اقراو انا نوعدكم ان شاك فوا نعطيكم دوت بروسيدور كيما بول ايطالي ولا سي ا بارتير دو جانفي. دونك ما كاين كاع تقسقسوني بول لو مومون سي ا بارتير دو جانفي ا بارتير دو جانفي 2023 لي نلونسي لا بروسيدور نعطيكم ديركم دي فيديو الى اخره. دونك اقرا اونجلي خاوتي اقرا اونجلي ما ماشي اونجلي اقرا المون دير الالمان نقدر اقرا مي بوكو بلوس لونجلي باسكو لونجلي هي الصح. اقراو لونجلي وان شاء الله انا شاك فوا نعطيكم باسكو ايماجين دوك انا من على شهر ندير لك فيديو على بروسيدور جديده ونقول لك لازم لها ان بي دو فلونجلي تقول لي كون غير قريت سمعتوا جماعه. دونك اقرا انت ماك خاسر والو. هذه هي هذا هو الكونسيل اللي نقدر نمدو. نهضروا على واش قالت وزاره التعليم العالي صح. وزاره التعليم العالي واش قالت لك باش تفهموا تبعوا معايا بيان
انا لانفورماسيون ما حبيتش ندير فيديو هكذاك تم تما هكذاك خرجت لي داروها ال 28 لو 28 سبتمبر هكذاك ما حبيتش ندير فيديو حتى نسي نحقق منها ماشي تيري برك ماشي هضر برك دونك انا دخلت للسيت تاع السيت تاع الوزاره التعليم العالي باش نشوف هذيك القرار اللي داروه باللي معناتها واش قالوا هما في الوزاره التعليم العالي قالوا باللي اللي عاود العام من 2019 2020 2021 2022 ما يعتبرش عاود باسكو كان الكوفيد وكانت لي كونديسيون تاع القرايه ما كانوش ملاح وما كانوش يعني يا في با لي كونديسيون كي باش الانسان باش الاتوديون يقرا ويجيب العام تاعو باسكو يقرا اون لين وفي الجزائر دي فوا تروح لا كونيكسيون دي فوا تروح جوز اكزامان لا كونيكسيون كاين دي كانديدا ما عندهمش الانترنت في الدار ما عندهمش بي سي ما عندهمش كذا دونك ما يقدروش يتبعوا مانيناش صح انا دخلت للسيت باش نشوف ما لقيتش هذاك القرار في السيت تاعهم بصح هما واش داروا هما هذه اللي على بالي سير منها سي كو بعثوه القرار هذايا سي نوت بعثوها لوزاره التعليم بعثوها لليزونيفرسيتي شفتها في كلكو يونيفرسيتي واش قالوا لهم قالوا لهم بلي فوالا هاد الناس هذو اللي عاودوا تو سا ما يعتبروش بلي عاودوا فهذوك العوام هذو واش العفسه اللي نقدروا نديروها حنايا ديجا حاجه قبل ما نقول لكم واش نقدروا نديروها انا ما نامنش بلو ازار كيفاش يقولوا الازار بالعربيه يعني ما على باليش ليسونسييل معناتها ما نامنش انايا كيفاه زعما كومبيس فرانس لو 27 لو 27 ولا 26 داروا هذاك القرار الاعلان في لابوات بلي المعايير جدد هذوك بلي هامليك والوزاره التعليم طاك جوني ولا دو جور ابري باتت هذه انا ما نامنش بلي صدفه معناتها سوا كان عفشه بوليتيك ولا جو سي با انا ما ندخلش في البوليتيك بصح ما نامنش بلو ازار من الاخر واش نقدروا نديروا حنا بيسكو وزاره التعليم العالي قالت لك شو سي سيني سان دوكيمون سيني اكسيتيرا ماشي زعما خرطي قالت لهم لي يونيفرسيتي بلي هذا ما يعتبروش عاودوا معناتها هذاك الدوكيمون تقدر تستخدمه في كومبيس بعث لهم فوالا المينيستير تاعي دير انا مانيش معاود انا واش نقدر نقول لكم ما على باليش اسكو كومبيس فرونس حيعتبروها ولا لا لا حيعتبروا واش قالوها واش قالوا واش ولا ما يعتبروهاش اذا ما اعتبروهاش معناتها ما عطوا حتى قيمه للمينيستير لونسينمون سوبيريو تاعنا معناتها ما اعتبروهمش معناتها ما قيموهمش اذا المينيستير وزاره التعليم العالي قالت لك يا ودي هادو ما يعتبروش عاودوا وكومبيس فرونس تقول لك يا ودي لا ما نسمعش بهم هادو انا جو مفو انا قلت لك عاود معناتها ما قيموهمش واش نقدروا نديروا حنا واش نقدر نكونسيي لي ستوديون تروح لونيفرسيتي تاعك ديجا تروح لادمينستراسيون تقول لهم فوالا اسكو نتوما فوز افي ريسو هذا لا نوت هذا القرار من طرف وزاره التعليم العالي اذا قالت لك لونيفرسيتي وي انا وي قالت لك يا ودي ماكش معاود ماركك معاود تي با كونسيديري معاود دوموندي من لونيفرسيتي تاعك كاغوط بلي كي بروف بلي يا ودي لونيفرسيتي راهي تقول هاي لونيفرسيتي تاعك تقول لك نتايا tu n'es pas considéré comme redoublant parce que كنت في لا بيريود تاع الكوفيد وفي الجزائر ما كانش عندك لي كونديسيون نيسيسير باش تجيب العام تراديوها وديرها في لابواط باستيل تاعك اي تو سا هذا واش نقدر ندير لكم تروحوا تسقسوا لونيفرسيتي وولوا كي تسقسوا لونيفرسيتي عاودوا لي كتبوا لي في الكومونتير واش قالوا لكم باش نعرف ببري كيفاش راه يتصرف لونيفرسيتي مع الطالب الجامعي تاعنا مي اذا لونيفرسيتي مدت لك دوكيومون يعني اللي يقول لك بلي انت ماراكش معاود معناتها راك ديجا راك فور معناتها من معاود تقدر دير لا بروسيدور تاعك كومبيس فرونس ديرها في لا بواط باستيل وقلت لكم اذا كومبيس فرونس ما اعتبرتش واش قالت لونيفرسيتي الجيريان وقالت لك يا ودي ما عندكش لي كونديسيون مالك لونيفرسيتي قالت لها ماراكش كونسيدير معاود معناتها هنا تما ما عرف بلي ما قيموناش مي جو بونس با باسكو اذا لونيفرسيتي والمينيستير يقول لك ليتوديون هذا ما يعتبرش عاود وكومبيس فرونس يقول لك معناتها تما تولي حاجه يعني ماشي ليسونسييل بون حنا انا كيما قلت لكم انا ما ندخلش في عفايس تاع بوليتيك
هكا ليسونسيال انا راني في هذا الفيديو نقول لكم واش كاين واش تقدروا ديروا. كاين عفايس ما نقدرش نعطيها لكم رسميه كما هذه تاع تروح لونيفرسيتي يعطوا لك قلت لك روحوا سيو اذا سا مارش. ديجا كتبوا لي بلي سا مارش في لي كومونتير. سي سا مارش مانيفيك يعني تما الكومبيسونس يولي محصور. ولي هادو تاع قلت لكم تاع الداب مالوريزمون لي يكون هذا العام اللي حيجوز الباك وانت هو ما عندوش لي رولفي كاع بلش دو 12 ومعاود تو سا فو ميو مي ريسكيش هذا العام. لي راهو ال2 ال1 تما جاب الباك وما عندوش هذيك 12 ولا معاود ولا يدير ال2 باسكو علاش ديجا اصلا كاين دي كانديدا جاب الباك 14 15 دو موين هذا العام وفي الليسي كان سيمستر ما كانش مريح ولا مريض ولا جاب 11 جاب 10 نورمال صاريف سوتو في تيرمينال. في تيرمينال اللي كاين الكانديدا في العام دي فوا ما يجيبش مليح في سيمستر وفي الباك يجيب 15 نورمال صاريف. دونك هذا كيفاه ما عندوش الدروا يدير ولا كيفاه. دونك هذوك ديروا ال2 بالتيسيات داب تاعكم ولا الاسكو عادي هكا جماعه. نورمالمون اون في لو تور دو لا كيسيون. J'ai répondu à la bah, les questions les données dans les commentaires. Si vous avez comme d'autres questions, dites-les en commentaire pour les autres vidéos. Dites-les inchallah. Donc, à la prochaine vidéo. Peace.